في مفاجأة صارخة، شاومينج بيعلن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة العادية. شاومينج منزل امتحانين، قال امتحان محلول لأحد المحافظات وامتحان تاني غير محلول لمحافظة تاني، وقال كمان إن هو عبر جروب على التليجرام والواتساب وكل الجروبات الخاصة بيه على الفيسبوك هينزل كل الامتحانات. زي ما انتم شايفين الامتحان الأولاني المسرب وهو الامتحان اللي تم حله، وقال ان احنا كمان بالليل هننزل امتحانات تاني. احنا هنتابع ان شاء الله لحظة بلحظة كل الامتحانات اللي بتنزل. اكتب لنا اسم المحافظة بتاعتك واكتب لنا المادة كمان اللي انت شايف ان هي ممكن تتسرب. وزي ما قلت وبكرر تاني، نستفيد من الحاجات دي، حتى لو الحاجات دي ما جاتش في الامتحان فاحنا هنستفيد منها كأنها مراجعات نهائية. يعني ايه مراجعات نهائية يا مستر؟ يعني نراجع الأسئلة اللي هي جاية ونشوف الحل بتاعها، نشوف الكوريكت، نشوف الباراجراف، نشوف الباسج، القطعة عبارة عن ايه، وهكذا. فكل الحاجات دي احنا لما نحلها مع بعض ولما تشوف الحل بتاعها هتساعدكم كتير في الامتحان. أتمنى إن احنا نوثق لحظة بلحظة ونوثق لحظة بلحظة الحاجات اللي بتحصل، ونتمنى أكتر من وزارة التربية والتعليم إن هي تمنع التسريبات اللي هي بتنزلها شاومينج خلال الامتحانات، زي ما سربت خلال امتحانات الترم الأول أو سربت امتحانات الترم الثاني. تابع معايا، دوس لايك واشترك معايا في القناة عشان تتابع كل الأخبار التعليمية والخدمية الخاصة بالشهادة العددية. شكرا ليكم.